حفظ الله ورعايته. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، شوط الختام، شوط يودع سباق هذا اليوم وختام مسك. نسير مع البدايه والمركز الاول، ميسور على المركز الاول للسيد مبارك بن عماد بن سالم من اكتبي الباتل، يتواجد على المركز الثاني سيف بن محمد بن ميرين، يتواجد على المركز الثاني والمركز الثالث يتواجد هناك على ثالث المراكز القادم. مشاهدينا الكرام، يتواجد مشاهدينا الكرام على المركز الثالث اللي هو مباشر ايضا، ولكن هناك ايضا اللي هو بالفعل يتواجد مباشر. بشر لعبد الله بن حمد الهيان، بينما هنا الوصول من قبل جلمود محمد بن صقر بالعكوي، والمركز الخامس خامس المراكز ممتاز لسيد محمد بن خليفه الكعبي، والمركز السادس هناك يتواجد الوسمي حمد بن سعيد بن مطوع الاكتبي. هكذا الست المراكز الاولى، وهناك اسماء قويه حاضره في مسار هذا الشوط. نعود الى البدايه وهي المركز الاول الباتل ومع ميسور. Yeah.
مع الاثنين نعود مع ميسور مبارك بن حماد بن سالم الاكتبي، وايضا مع الباتل سيف بن محمد بن حمود بن ميرين. ايضا الصراع الثنائي من بدايه الانطلاقه في تحدي هذا الشوط، شوط المهجنات، شوط الختام، شوط الوداع، شوط الجعدان. انا صراع ثنائي من بداية الانطلاقة حتى هذه اللحظة. ميسور على المركز الأول، مبارك بن حماد الاكتبي الباتل، ثانيا سيف بن محمد بن حمود بن ميرين المركز الثالث. شوف الفارق، شوف الفارق، بدأت هناك أيضا المسافة بيننا وبين المراكز، ما شاء الله تبارك الرحمن. يتواجد مشاهدي الكرام على المركز الثالث، مبشر لسيد عبد الله بن حمد بن بهيان المركز الثالث. أنا كي يتواجد اللي هو هداج محمد بن خليفة بن محمد الكعبي، والمركز الرابع أيضا يتواجد نايف لسيد علي بن عبد الله بن راشد الاكتبي على المركز الثالث والمركز الرابع، أيوة على المركز الخامس عفوا والمركز السادس. هناك يتواجد غزال لسالم بن حمود العويسي. هكذا ستة المراكز، نعود إلى الصدارة إلى المقدمة بالبداية هذا الشوط. نعود مع الباتل الذي بدأ يتحرك، الباتل بدأ يتحرك على الصدارة مشاهدينا الكرام، ما شاء الله تبارك الرحمن. سلالة الشبابي بدأ هنا ينطلق على المركز الأول، سلالة ياسد الميادين على بداية الشوط. الباتل يستفتح الكيلو المتر الأخير، سيف بن محمد بن حمود المركز الثاني، ميسور مبارك بن محمد مبارك بن حماد هنا على المركز الثاني والمركز الثالث، مع أيضا سالم أيضا بن حمود بن راشد العويسي الغزال يتواجد على المركز الثالث. ولكن خلاص نعود مع الباتل على المركز الأول. مسيطر على القيادة، مسيطر على مقدمة هذا الشوط، مندفع بناموس هذا الشوط بالمركز الأول. خلاص الخمسمائة متر الأخيرة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. الباتل الله 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 يسع، الله يشاع، الله على هذا الأداء، الله على هذا الحضور. مسيطر على المركز الأول، يختم أيضا هذا الشوط بالانتصار والناموس. ها هو الباتل من ذن يهدي مالك سيف بن محمد بن حمود بن ميرين، الفوز والانتصار، أحد السلالات القوية التي تعشق الانتصار والناموس. الباتل هو بطلا لهذا الشوط، صاحب الإنجازات، مسيطر على القيادة، وصاحب أيضا السلالة القوية التي تعشق أيضا الانتصار والناموس. الله 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 الله، الشبابي
الدماء الانتصار والناموس بدون أي أوامر. سلام يا الشاعر سلام. المركز الثاني للسيد مبارك بن حماد، المركز الثالث حداج محمد بن خليفة الكعبي، والمركز الرابع لسيد عبد الله بن حماد بن هيان. التوقيت 9 دقائق 51 ثانية.